على الهاتف ورحب بعضو مجلس إدارة نادي النصر الأستاذ فهد الطخيم. مساء الخير أستاذ فهد. هلا مساء النور أستاذ عادل، كيف حالك؟ حياك الله أستاذ فهد. أسألك أولا، نبارك لكم اليوم الفوز وعودة النصر مرة أخرى وتواصل الانتصارات للفريق النصراوي والزحف نحو المقدمة. بالتأكيد يبدو أن المدرب بدأ يعني يعرف الفريق جيدا، ألف مبروك أستاذ فهد. الله يبارك فيك، وفرصة وبارك لجماهير العالمي هذا الانتصار مستوى نتيجة، وكما ذكرت أستاذ عادل فعلا المدرب له لمسات والحمد لله أنها أثمرت، وإن شاء الله يستمر هذا الانتصار. نعم أستاذ فهد، أسألك عن موقفكم في إدارة النصر بعد البيان اللي صدر. أنا اليوم عندما قرأت البيان لم أقرأ شيء بخصوص الحالة، حالة أحمد عباس، فقط كان موقف إدارة النصر حول موقف الأمين العام لجنة الرقابة على المنشطات. هل يعني هذا أنه ما عندكم أي موقف من إيقاف أحمد عباس، الإيقاف بحد ذاته والعينة والاستئناف؟ لم يذكر شيء البيان. والله الحقيقة أنه يعني إدارة نادي النصر لم تشكك في لجنة المنشطات أو تنتقدها، وإنما أنا ذكرت اليوم كنت ضيف برنامج إرسال، وذكرت أنه الملاحظة كما ذكرها الإعلامي الكبير نفس الشيء في برنامج المنصة البارح الأستاذ عبد الكريم الزامل، ذكروا أنه القضية منظورة، ولكن الأمين اللي هو بدر السعيد يغرد ويعلن، والبارح في البرنامج برضه يتكلم في قضية ما زالت منظورة. في العالم كله يمنع النظام التحدث لوسائل الإعلام عن أي قضية ومنظور لم يبت فيها. نلاحظ الآن اليوم يغرد قبل صدور البيان، قبل وصول خطاب لنادي النصر، يغرد ويطالب بعمل رتويت لأن لديه خبر مهم، وذلك لكسب مزيدا من المتابعين، ويعلن عن إيقاف بفرح وسرور. أنا طالبت اليوم في البرنامج الأمير نواف بن فيصل التحقيق مع الشخص الأستاذ بدر السعيد، لأنه بصراحة أشعر أن المنصب أكبر من حجمه بالطريقة هذه. أستاذ فهد، بدون تقليل إذا سمحت، لا أنا أتكلم عن عمل وليس شخص ما أعرفه، لكن عمله اللي يقوم فيه بصراحة عمل لا يتناسب مع أمين عام لجنة المنشطات. طيب، كانوا أنه يغرد ويتحدث بالإعلام ويتفرح على شخص. نحن لا نشكك، إدارة النادي أصدرت اليوم بيان أوضحت رأيها، وأنا من الناس اللي أؤيد هذا البيان أنه فعلا يعني إحنا لا نعترض على القرار ولا نشكك في عمل اللجنة، وإنما أمين عام اللجنة يعني استخدم القضية للمتاجرة بسمعة اللاعب وتصديرها من قبل ما يصدر البيان، تسربت الأخبار. طيب، وهذا ينافي للحقيقة أستاذ عادل. بالنسبة لأحمد عباس، أنتم مؤيدين للقرار وخلاص حيقفل الموضوع بالنسبة لكم؟ والله الآن هذا يرجع لإدارة النادي، لم تدرس الوضع إلى الآن. طبعا هناك استئناف وهناك جلسة مع اللاعب، هذا حيرجع لإدارة النادي، حيكون في دراسة الموضوع، ويعني إلى الآن لم يبت، إنما اللي حدث اليوم استنكار، هو العمل كله استنكار لما يحدث من أمين اللجنة. شكرا لك أستاذ فهد الطخيم عضو مجلس إدارة نادي النصر، تحدث عن موقف الإدارة وأكد بأنه حتى الآن لا يوجد موقف واضح جهة القضية، ولكن موقفهم كان جهة الأستاذ بدر السعيد. صالح، أترك لك التعليق على كل ما جاء. أولا على موقف إدارة النصر، هل تجده مبرر تجاه أمين عام اللجنة؟ طبعا لابد في البداية نتفق أنه في نوع من أزمة ثقة بين إدارة النصر وبين لجنة المنشطات، على اعتبار أنه في قضية سابقة تم ظلم النصر فيها، القضية الشهيرة حسام غالي. الغريب في الموضوع أن القضية ماتت، يعني كان يعني البعض كان يتوقع وجود نوع من الاعتذار الرسمي، نوع من التعويض للنادي وللاعب، على اعتبار أنه كان في نوع من التعطيل. النصر خسر أحمد عباس يمكن على مدى شهرين وفي مناسبات جدا مهمة، لكن للأسف الموضوع يعني تم تغييبه بشكل غريب جدا. واللي أستغرب الآن أنه حتى بايان النصر لم يتطرق للحادثة، على اعتبار أنها في نوع من الاستمرار. يعني هذا اللي بقوله لك، تم تغييبه النصر ما تكلم. النصر، وهذا اللي أستغرب، يعني إدارة النصر تم أنا أقول التعدي عليها في قضية حسام غالي، تم ظلم اللاعب. طيب، بناء على طبعا تقارير المعامل المحايدة
اللي تم إقفال المعمل اللي تم طبعا تسريب خبر إيجابية العينة بالنسبة لحسام غالي. ما حدث الآن بعد الحادثة أوجد نوع من عدم الثقة بين إدارة النادي وبين نجم المشطات. طبعا أنا للأمانة بيان النصر في نوع من التوازن على اعتبار أنه لم يشكك في 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 نوعية في النتيجة، لكن طالب بقضية احترام العمل المناط بنجم المشطات على اعتبار أن القضايا المنظورة في أي مكان في العالم يجب المحافظة على سريتها. الأستاذ محمد النويصر الرئيس التنفيذي للرابطة صرح اليوم عن طريق الشرق الأوسط أنه الرابطة لديها الاستعداد التام لتمويل عمل اللجنة شريطة أنه يكون في نوع من التنسيق في العمل الإعلامي. هذا يوحي لك أنه في نوع من الاستياء بآلية عمل اللجنة الإعلامي. الأمر الآخر، الدكتور صالح قنباز رئيس اللجنة طبعا مصرح في الاقتصادية قبل يومين أنه لن يتم التحدث في القضية المنظورة لحين صدور بيان اللجنة بشكل رسمي. الغريب أنه تم تغريد بالنتيجة قبل البيان. مع احترام التام، عمل الزميل بدر يؤكد أنه في نوع من البحث عن نجومية خاصة عن طريق تويتر، المؤشرات تؤكد ذلك. يعني لا بدر لو تفرغ لعمله دون الحرص على قضية كسب المتابعين وقضية الشو وقضية تمرير معلومة خطيرة مثل هذه. أنا الآن بتسأل، لو أحمد عباس الآن تم المضي في قضية احتجاج النصر وخرجنا بعينة سلبية، أعتقد أن موقف اللجنة سيكون كارثي. لكن الجميل في الموضوع أنه إدارة النصر لم تشكك أبدا في النتيجة، كان في نوع من التعاطي وتركها لمسارها الطبيعي. لكن ما تشوف أنها ذهبت لموضوع جانبي وفرعي وتركت الأصل اللي هو موضوع أحمد عباس في التعليق عليه؟ يمكن لأن ولا يبغى لها وقت الموضوع. يبغى لها وقت التحقق منها، على اعتبار انه في يمكن انه يتم في رفع المعمل ابعد من ذلك. لكن التاكيد على قضيه التعاطي الاعلامي، انا اعتقد اداره النصر محقه تماما لان تاذت وليست هي المره الاولى بل الثانيه. طيب اسالك كابتن في هذا الموضوع عن موقف اللاعب وموقف اللجنه وموقف اداره النصر، هل تتفق معها فيما ذهبت اليه بخصوص يعني اجراءات الاعلان وأنها تمت عن طريق يعني تغريدة في تويتر ولم تأتي بالطريقة الرسمية، هل تقف مع احتجاج نادي النصر ومطالبة بتشكيل لجنة؟ واحتجاج نادي النصر احتجاج يعني كان بشكل يعني جيد ورائع، يعني من خلال بيان رسمي قدمه نادي النصر. نعم. الشيء اللي أنا اليوم لاحظته من خلال المباراة اللي تمت بين الاتفاق والنصر، سمعت أحد الأخوان المسؤولين في نادي النصر، أعتقد مدير المركز الإعلامي ما يحضر اسمه، إنه صرح إنه قال إنه والله جاهم الخبر بإيقاف اللاعب قبل المباراة 3 ساعات. وهذا شيء يعتبر غريب صراحة جدا. يعني أنت عارف اللاعب الآن، يعني المدرب قد يكون وضع اللاعب في حساباته، اللاعب جمع المدرب إلى الدمام قد يستعين فيه، يعني فهذا شيء غير مقبول. أما الجزئية الثانية جزئية اللي هو التغريد مالت الأستاذ بدر السعيد، هذا أعتقد أنه شيء غريب. يعني المفروض أنه في الأمور هذه يجب أن يكون زي ما قال الأستاذ صالح أنه يكون فيها نوع من السرية، وما تكون يعني كسبق صحفي أن تعلن عبر تويتر. وأنا أتمنى من الأستاذ بدر السعيد، عشان لا نلقي التهم عليه جزافا، أتمنى أنه يتداخل مع البرنامج ويوضح لنا بعض الأمور. طيب يتداخل مع البرنامج ويوضح لنا. خليني أقول لك شغلة كابتن، والشيء الثاني اللي بتكلم عليه والمهم يا أستاذ عادل، بس أعطيني إذا تعطيني جزء. خليني بس أقول لك شغلة، بانه اتصلنا على الاستاذ بدر قبل البرنامج واتصل عليه الزملاء في الاعداد وانا اتصلت عليه شخصيا وما رد على الاتصالات، وما اعرف حقيقه وش السبب. ان شاء الله كل مانع خير، وبانتظار طبعا اذا هو حاب، قاعد يشوف اذا هو حاب بامكانه انه يتداخل. تفضل كابتن اذا عندك اضافه. ان شاء الله يتصل. يعني نتمنى البرنامج يعني لا زال فيه كثير من الوقت، نتمنى أن يكون الرجل يعني يتداخل ويوضح لنا الكثير من الأمور. نعم. الشيء المهم اللي أبغى أوضحه يا أستاذ عادل هو جزئية المنشطات الآن. أتمنى من اللاعبين ككل
انهم يعني يكونون منتبهين جدا لبعض الادويه اللي تعاطونها او يستخدمونها خارج النادي. انا اعرف بعض اللاعبين يعني مثلا والله يعانون من بعض المشاكل الصحيه وقد يستخدم ادويه معينه. اتمنى ان هذه الادويه اللي يستخدمها يرجع الى طبيب النادي ويبلغ طبيب النادي عن هذه الادويه، لان الان فيها لجنه منشطات ما تستخدم بعض الادويه ثم بعدين والله تصير الامور يعني صعبه عليك. طيب الشيء الثاني يعني انا حزين جدا لاي لاعب صراحه يتم ايقافه، يعني ايقاف سنتين يعني احس ان اللاعب خلاص يعني يعتبر نهايه لاعب يعني. طيب عموما الشباب يقولون لي بانه انه رد على الاتصال ورفض طبعا المداخله اعتبار انه يعني صاحي من بدري يعني ويبغى ينام. انا في جزئيه عدل ممكن اضيفها اخيرا عشان نطلع الفاصل بس. الجزئيه المهمه الان عمل لجنه المنشطات، هل هي قضيه الاكتفاء باخذ عينات اللاعبين والقرعه في بعض المباريات وتحليلها فقط؟ انا اعتقد لابد يكون دورها اشمل من كذا، الاعتبار انه في اكثر من 14 نادي ممتاز وبالنسبه للدرجه الاولى. نعم. حتى في العاب مختلفه أنا الأوان يكون في نوع من جدولة الزيارات بالنسبة للأندية، يعني طبيب النادي لأي نادي لن يكون يعني صاحب دراية كاملة بالمواد المنشطة التي يجب الحذر منها مثل اللجنة المتخصصة. فأنا الأوان يكون في نوع من جدولة الزيارات على جميع الأندية وعمل محاضرات توعية لكل نادي على حدة وترك نوع من الباب المفتوح بين اللجنة وبين اللاعبين للسؤال. أنا أعتقد في نوع من الدور التثقيفي الغائب من اللجنة تجاه الأندية. طيب اتوقع انهم بدأوا في هالموضوع قبل سنتين وكان فيه جولات وظهر حتى الاستاذ بدر ظهر في اكثر من برنامج وقدم ايضا توعية، ولكن في النهاية هم يعني ما يشتغلون ببلاش، هم محتاجين فلوس عشان يشتغلون. طيب انا اعتقد تصريح الاستاذ محمد النواصر في قضية تمويل عمل اللجنة انا اعتقد انه يعني سينهي هذه الإشكالية، لكن في على مدى السنوات الثلاث واربع الماضيه شاهدنا حاله فيصل الجمعان في الهلال، ماجد المولد في الرايد، علاء الكويت في الوحده، الان احمد عباس في النصر. ان الاوان انه اشكالات ايقاف اللاعبين واعلان نتائجهم تكون باليه موحده ومعلنه ويكون في نوع من التساوي التام في جميع الحالات حتى طيب. يشعر الوسط الرياضي انه في نوع من العداله والمساواه بين جميع اللاعبين في جميع الانديه. طيب عموما نويصر امس الاستاذ محمد نويصر انتقد لجنه المنشطات في برنامج المنصه مع الزميل رجل الله السلمي بسبب تسريب الاخبار، وهو رئيس رابطه الدوري المحترفين. ساذهب الان الى فاصل، بعده نعود لمتابعه الجزء الثاني وفيه النصر يوقف انتصارات الاتفاق ويزحف نحو المقدمة. الفتح يواصل إقصاء الكبار ويتمسك بالصدارة.